تحل ذكرى الثلاثين من يونيو الغالية على قلب كل مصري ومصرية، والتي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها.. نتابع التفاصيل بعد أن لفظها الشعب خلال ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الجرائم ضد الشعب رافعة شعار نحكم مصر أو نحرقها الجماعة الإرهابية حاولت أن تفرض سيطرتها على مفاصل الدولة إلا أن كل تلك المحاولات الخبيثة باءت بفشل ذريع بفضل وعي الشعب ومؤسسات الدولة بما كان يحاك للوطني من مكائد وبعد فشل أهل الشر من الجماعة الإرهابية في تطبيق أجنداتهم الخارجية البعيدة كل البعد عن المرتكزات الوطنية، لجأوا بعد ثورة الثلاثين من يونيو إلى محاولة الانتقام من الشعب والدولة التي وقفت بوجه أطماعهم، لتسارع الجماعة الإرهابية بتكوين مجموعات مسلحة تسعى لاستهداف المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة. جرائم الجماعة الإرهابية تعددت عقب ثورة الثلاثين من يونيو. وفي عام الثورة نفسها، وتنوعت ما بين استهداف الأطفال والكبار من المدنيين الأبرياء وأحداث رمسيس ومسجد الاستقامة، وخطف وتعذيب وتهديد صريح للمواطنين عبر اعتصامي ربع والنهضة المسلحين، واستهداف رجال الشرطة أثناء عمليات فض الاعتصامين المسلحين رغم توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين. الجرائم لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل اغتيال عدد من من ابطال الشرطه والقوات المسلحه وحرق عده كنائس بجانب اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات وكعادتها حاولت جماعه الاخوان الارهابيه من وراء هذه الجرائم ورفع رايه العنف والارهاب زعزعه استقرار الوطن واسقاطه في اتون الفوضى بيد ان وعي المصريين وقف حائلا امام تلك الجرائم والمخططات الخبيثه وعي عززته العمليات الاستباقيه التي قام بها ابطال القوات المسلحه والشرطه المدنيه لاجهاض المؤامرات الارهابيه واستهداف اماكن اختباء تلك العناصر بمختلف المحافظات والتي تكللت بالقبض على العشرات من قيادات وعناصر الجماعه الارهابيه ليواصل رجال القوات المسلحه والشرطه وخلفهم الشعب الوفي اروع ملاحم البطوله والفداء والتضحيه لصالح حمايه الوطن.